عدنا لكم من جديد مشاهدينا طبعا في فقرة التراثيات. في كل حلقة حنتعرف على تراث منطقة مختلفة، اليوم اخترنا لكم منطقة جازان. طبعا هي غنية بتراثها العظيم اللي اكيد لبى احتياجات سكان هذه المنطقة منذ اكيد زمن طويل. اليوم حتكون معنا ضيفتنا في الاستوديو الاستاذة سلوى حسين، حتعرفنا اكثر على تراث المنطقة. معنا ايضا ضيوف مميزين لابسين زي مميز، ايضا حيعرفونا كمان على ازياءهم اللي لابسينها. يا هلا وسهلا فيك استاذة سلوى. يا هلا مرحبا. هلا وسهلا. هلا والله. أهلا وسهلا فيك في برنامج حياتنا. يعني أكيد طبعا منطقة جازان منطقة ثرية وغنية بالطبيعة الموجودة فيها، بكل ما تحتويه أيضا هذه المنطقة. خلينا نعطي شوية نبذة عن هذه المنطقة قبل ما ندخل في التفاصيل في التراث. النبذة، منطقة جازان تراثية بالأحداث، زي الحين أنا جايب الأطفال بالزي. نعم. زي الجيزاني عندنا. زي الطفلة. نعم. هذه الزي، هذا زي بسيط طبعا كمان. عندنا اللي هو تسمى هذه اللي هي لابستها، تسمى عندنا هذه الكرتة. نعم. مسماها الكرتة، وبالتسريحة البسيطة اللي حاطينها الفل، وهذا يسمى كمان الخطور. يعني هذا يعود تبع المنطقة قصدك؟ أيوة تبع المنطقة، هذا تبع يعني حالها. طبعا في جزئين في جازان، منطقة ساحلية ومنطقة أيوة منطقة جبلية، ساحلية. فهذا يشمل أي هذا جزء؟ منطقة اللي هي الساحلية. ساحلية أكثر. أيوة. نعم. الجبلية لا، يحطون الشيء الثانية اللي هي العضيات اللي هي على قولتهم المدامج، ويحطون المصرة الكامل. في زي قبعة كمان شوي. أيه القبعة اللي هي زي هذه. هذه. هذه موجودة، هذه القبعة يحطونها كمان. يلبسون البنت أو حتى الولد يلبسها. نعم. عندنا هنا كمان الزي حق الولد اللي هو يلبس هذا، طبعا هذا الزي يلبسه في يوم أيام الزواجات. نعم. أيام الحفلات. هذا عندهم هم شيء مقدس، اللي هي هذه الوزرة والعمامة، وهذا الخنجر. هذا عندنا شيء مميز صراحة. في البعض لا يلبسه اللي على ثوب الخنجر، وفي البعض لا يلبسه على قميص. فقط هذا في الزواجات أم تقريبا في الزواجات في الحفلات في الطهار؟ يسمى عندنا الطهار كمان، الطهار الأطفال يلبسونه هذا. وكمان الواحد إذا هذا عنده مناسبة، يعني جاي ضيف. جاي عنده ضيف. بيحضر عنده ضيف لازم يبدي له بالكرم. طبعا انت عارفين اهل الجنوب اكيد طبعا بكرمهم. طبعا ايش الذبايح، تنذبح الذبايح ما شاء الله، وعندنا التنانير يخبزون فيها طبعا. جميل. وينزلون اللحم اللي هو بالمسمى بالحنيذ، الحنيذ والمغش. المغش انا ودي كان اجيبه اوريه التراث الجيزاني بس إيه؟ ما توفى لكنه عندي. معروف يعني حقيقة هو معروف أساسا. هذا والتنور معروف أنه ينزل فيه حتى السمك، الخبز نسميه الخمير. نعم. عندنا اللحوح عندنا، هذا كله يوفروه للضيف في أيام الزواجات، في أيام عندهم كمان في التراث كمان إيش لو جاء موسم لازم يسوون حصاد. جميل. الحصاد هذا لازم يتوفر، هذا في موسم عندهم يطلعون الجبال عشان يحصدون الحصاد اللي هو يجيبون منتجات الحب. إيه؟ الحب لازم يجيبون الحب، هذا لازم في موسم معين. صحيح. هذا عندهم موسم معين لازم ينتجون الحب، هذا يسمى حصاد. عندهم الحرمة لازم تجهز، عندهم اللي هو الحب والمطحنة. في الطحين بالمطحنة. نعم. لازم يطحنون. هذا جزء من التراث. هذا جزء من التراث. المطحنة يعني كل هذه موروثات من السابق من الأجداد موجودة. أجدادنا زمان، الحين احنا عندنا ايش المطحنة، الوحدة تقعد وتطحن. الحين لا، عندهم ايش، عندهم الخلاط كهربائي. لكن هذا عندهم شيء، لازم الخبز التنور لازم تقوم الصباح من بدري تجهز المطحنه وتطحن وكل حاجه، بعدين تيجي وتحطه. في سيدات للان قاعدين يشتغلوا في 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 للان في قدامه يعني ما زال. انا منهم وحده ما شاء الله. انا منهم وحده ما شاء الله. عندي تنور بالبيت واسوي الاشياء هذه ما شاء الله. يعني جزء من تراثكم. هل هذه تعتبر من انواع الحرف اللي كانت موجوده بكثره؟ انه كل منطقه تشتهر بحرف كثيره، يعني اشهر الحرف لمنطقه جازان، وهل هذه خبز التنور يعني ايضا جزء من الحرف الموجوده؟ هذا من الحرف عندنا اللي هو خبز التنور والسمك بالتنور. اللحم، المغش، أهم حاجة عندنا المغش هذا. جميل. المغش اللي هو اللحم يتسقط في القدر كذا زي الصغير زي الحجر. يتسقط فيه ويحطونه ينزل في التنور. يطلع مع المرق. جميل. في بعضهم يأكلونه بالخبز هذا اللي ينطحن بالمطحنة. ينخبز ينحط
لهم ينحط للضيف، ينحط حتى فطور. الفطور عندنا احنا ايش؟ جبنه. اختلف ايش لكن عندنا اختلف كله عن السابق. ايش اشهر حلف الثانيه مثلا الموجوده كانت في تراث جازان؟ حلف ثانيه غير الخبز التنوري كمان اللي هو السف. السف هذا عندهم تراث، وعندهم هذا كمان الحين الفل. الفل هذا مشهور جدا. هذا موهبه، لازم هذا عندنا لازم في المواسم اللي هي الزواجات، الحفلات، في المناسبات كلها. هذا في ايام الاعياد لازم الفل يكون. لازم يصير هذا. ما شاء الله، يعني جميل جدا توارث هذه العادات والتقاليد وما زلتم متمسكين فيها الى الان. ايضا ايش غير الفل وغير هذا كمان عندهم العادات؟ اللي هو اللي يسوون الاشياء اللي هي بالتراث اللي هي بالطين. اللي هو زي الجرار، زي التنانير كمان، زي الصحون اللي كلها من الطين. هذه للحين موجودة متوارثة. جميل. لازم، لأن إيش، في بعضهم يبغى الزير اللي هو عندنا الزير هذا، لازم الواحد الكبير في السن لازم يشرب من الزير، يقوم يأخذ اللي هو عندنا تسمى القوبة. هذه القوبة طعمها ريحتها مرة تجنن، لازم الواحد يجي عند الزير ويصب الموية عشان يشرب منها. للحين موجودة في بعض المناطق عندنا. جميل. هذه عندنا موجودة من على قولتهم العهد اللي حق الجنوب الزمان. موجودة. ايه؟ وكمان ايش الحرف كمان اللي موجودة غير هذه اللي تميزت فيها؟ الحرافة، الحرث. الحرث ايضا. الحرث ايوه. نعم. هذا الحرث هذا بعد حقه للجنوب. جميل. اكيد حنرجع استاذه سلوى نكمل معاكي اكيد فقرتنا، لكن حنعيد مره ثانيه مشاهدينا سؤال حلقه اليوم. من الدوله ضيفه الشرف في مهرجان الجنادريه عام 2014؟ هل هي مملكه البحرين، ام جمهوريه مصر العربيه، ام دوله امارات العربيه المتحده؟ نعيده مره ثانيه، من هي الدوله ضيفه الشرف في مهرجان الجنادريه 2014؟ هل هي مملكه البحرين، جمهوريه مصر العربيه، ام دوله الامارات العربيه المتحده؟ اكيد يعني، ودائما تواصلوا معنا على رقم هاتف البرنامج مشاهدينا، واخر الحلقه ان شاء الله حنشوف ناخذ اجاباتكم ونشوف بكره الفرز حيكون من الاجابه الصحيحه. نرجع لك سيده سلوى، يعني تحدثنا عن كثير من العادات ما شاء الله الموجوده في منطقه جازان، وايضا الحرف اليدويه. خلينا نتكلم شويه عن المنزل القديم، المنزل الشعبي في جازان هذا المتميز الرائع، يعني خلينا نحكي عنه شويه، عن مميزاته، عن طريقه بنائه. ايضا طريقة بنائه هم يجيبون السعف طبعا اللي هي تسمى العشة. جميل. هذا هو العشة البداية. العشة يجيبون السعف ويجيبون الطين ويبدون يبنون، يحطون الخشب اللي هو الخشب اللي هو اللي من اللي هو الحطب. نعم. الحطب، العصيان حقة الحطب، يرصونها ويقوم الواحد ايش اللي هم الكبار في السن، حتى المحرمه حقت البيت تساعد زوجها عشان يبنون بيتهم اللي هي العشه. جميل. طبعا ويرتبون فيها عندنا ايش تسمى، مو فيه كراسي الحين مسماها كراسي، بس زمان ايش يسمونها؟ يسمونها القعد. اي يسمونها الشبري. الشبري هو الصغير، الكرسي الصغير اللي بالمر. حلو. اصغر شيء هذا يسمى شبري. الشبري يسمى. الشبري ايوه. جميل. حلو. هذا يسمى الشبري. وطبعا الحرمه عند الرجال بعد ما يبني كل حاجه، الحرمه تيجي بالتلييس، يسوون تلييس اللي هو عندنا اسمه شوب. هذا الشوب يسوونه على شكل ثقيل، هو اسود، هذا لازم يطلبه الجدران. هذا في ايام الاعياد، ايام يعني الوحده خلاص قامت يعني بتبدل بيتها، هذا البويه الحين مو بويه يسوون هم، لا يجيبون لون يخلطونه مع الشوب هذا ويصلحوه ويزينوه به العشه. هذا فوق التليس اللي تقولينها. ايوه فوق التليس. حلو. ايوه حتى الكراسي كمان تصلحها تزينها. كان كله شغل اليد يعني. كله شغل يد ما في. لا كله شغل يد. كله شغل يد، ما كان مو زي الاجهزه مو الحين المواد الجاهزه والخامات موجوده ويلا. الوحده حتى تقعد اسبوع وهي تصلح في بيتها. اسبوع. طب المنازل تختلف في المنطقة الجبلية عن الساحلية في شكلها الخارجي؟ أكيد أكيد. بس الأغلبية عندهم إنهم هذه العشة. اللي عنده عشة هذا قصر ما شاء الله. هذا اللي عنده عشة. كيف في بعضهم لا يحطون الصنادق. تقسيم المنزل الداخلي مثلا نفس المسميات اللي الحين يعني مثلا في المدينه المطبخ مو اسمه مطبخ، اسمه مركب مثلا من زمان مركب، فايش الاسامي مثلا التراثيه للمطبخ مثلا؟ وهل غرف هناك مثلا غرفه معيشه للاسره او نفس التقسيمات اللي الحين موجوده؟ الغرفه هي غرفه واحده، هي هذه العشه، بس العشه هذه هي غرفه واحده. بس عندهم المطبخ، عندهم المطبخ هم الاساسي اللي هو اقول لك التنور. عندهم المركب. عندهم الملحة. هذا هو مطبخهم.
الملحة، الملحة هذه والمركب زي ما قلتي مسماها، وعندهم كمان الطراحة. الطراحة هذه إيش هي؟ الطراحة هذه طرف العشة، طرف العشة هذه يجون يرتبون العصرية فيها القعد، يطلعونها من مو بلنا يروحون يجيبون كراسي جديدة، لا يطلعون اللي جوا يرصونها ويجيبون الفناجين والقهوة والمشبك. عندنا بأنواع المشبك الحلاوة، يكون جو أسري أكثر في مكان واحد، يجيبون العصر والقهوة وكل حاجة. إذا جاء في المغربية خلاص الكل راح بيته، دخل القعد هذه جوا، خلاص الحين وقت النوم، وقت النوم انت عارفه هذا زمان اول، هذا زمان اول، هذا زمان اول خلاص، الاول يناموا بدري ما يضبط، ايوه هذا زمان اول خلصوا خلاص. واحده فلانه تستعير احيانا، تقول لها يا فلانه انا بستعير منك يوم الزواج كذا، ابستعير منك كراسي، ابغى استعير منك. كانت علاقات مختلفه كثير عن عن الموجود الحين اكيد بشكل اكبر، مو زي اول، اول اول كل حاجه عادي، بس الحين خلاص كل انت حضر. جميل جدا. طب ايضا بالنسبه لو تكلمنا شويه عن ايضا بعض الحاجات الموجوده لديكم، الحلي القديمه اللي تتميز فيها منطقه جازان، ايضا عندكم الحناء المشهوره في منطقه جازان، خلينا نحكي شويه عن هذول الشغلات. الحناء طبعا العروسه الحين ليله العروسه هذه لازم الحناء عندها الام تحضرها من اسبوع، يجون الحريم عندها يعطونها، طبعا حنا الحين حنا نسميها رفاده، لكن حنا عندنا في جيزان يقولوا لها معونة، فلانة بتعين فلانة عشان زواج بنتها، يجيبوا لها حنا ويجيبوا لها الشبة ويجيبوا لها الحطب. أنتم ما تدرون وش الحطب، الحطب اللي هو الحنة السوداء هذه يحطونها، الشبة والحطم والحنة يجيبونها لها، يجهزونها كل حاجة، هذا كله من عند الجيران، مو بالأم اللي تسوي كل شيء، يجيها من عند الجيران، هذا معونة كلها من عند الجيران. حلو. يجيبونها يجهزونها، تجي الأم تطلع بنتها تتجهز، تجي واحدة طبعا تنقاشها تتنقش، تنقشها الحنة. حلو. بعد ما تنقشها وكل حاجة خلاص، هذه الليلة الأولى. الليلة الثانية عندنا اللي هي ليلة الغمرة. ليلة الغمرة زي اللي هو بالزي اللي هو التراثي عندنا اللي هو بالفل والخطور، يلبسونها بالكامل، لبسونها بالكامل، تلبس الذهب، ذهبها كامل بالكامل، الذهب، الحلق، الغوايش، الرشرش، الحزام، الهامة، أحيانا للمفرق، إحنا نسميه مفرق، أحيانا تلبس المفرق كذا، وتلبس طبعا يا إنها أحيانا يلبسون زي كذا اللي هي زي الكرتة، عندنا هي بعضهم تلبس ليلة زي كذا الكرتة، الأم والخالات اللي معاها لازم كل ثنتين يلبسون طقم، الأغلبية كل ثنتين يلبسون طقم عشان إيش؟ هذه فلانة عانت فلانة. جميل. والعروسة مميزة بزي لحالها. ما شاء الله، يعني أشوف الألوان كمان متميزة زاهية جدا، فهل هذا أيضا طابع من طابع التراث اللي كان موجود في جازان، أو تميزت في أي منطقة ساحلية أكثر أم الجبلية هالألوان بالذات؟ كلهم سواء، نفس كل واحد يغلب الثاني، كل واحد بالألوان، خاصة الأزياء في جازان لا تعد ولا، ألوانها مرة يعني زاهية. جميل ما شاء الله تبارك الله. إذا بالألوان الزاهية وبالزي كمان، كما تحدثتي عن الزي، يعني الزي كمان بيختلف. أيوة يختلف من منطقة لمنطقة. من منطقة ثانية، خلينا نحكي شوية كمان عن الزي اللي ذكرتيه قبل شوية، اللي هو هذه بالنسبة للنساء. هذه للنساء عندنا، هذا للنساء تلبس هذا النساء، وفي عندنا حريم الكبار لا تلبس نفسه هذا، بس يكون أغلبه مكسر تكسير مرة. يعني يكون باين مبين ان التكسير اكثر شيء، لكن الالوان نفس تقريبا. أيوة، او ان نفس الزي الهندي تلبس الساري، ساري. هذا الساري للعروسه تلبس الساري هذا، هذا العروسه تلبسه، وكمان في الزواج، الزواج الحين تلبس فستان ابيض، لكن زمان ايش يحطوا لها على قولتهم حنا العضيه، يحطوا لها الحسن الاحمر في النص، هذه عندنا العروسة لازم تحط الحسن. جميل ما شاء الله. الحسن هذا ينحط لازم للعروس. يعني أكيد يديك العافية أستاذة سلوى، اليوم عرفتينا بشكل كبير على منطقة جازان وتراثها، شكرا لك أكيد، وشكرا للحلوين اللي كانوا معك اليوم. شكرا لك أكيد، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم إن شاء الله يا رب.